أنا أوصيكم جميعا بتقوى الله والتآخي فيه ولين الجانب والرفق واللطف، فإن الله يحب الرفق والأمر كله. يعني الصحيح يوجد شاب سلفي عندهم شدة تمسك، لكن توجد عندهم شدة تشبه حدة حدادية، تشبه شدة حدادية، فهذه فطرة. بارك الله فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء يقول مشدد نفر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تؤثروا وبشروا ولا تنفروا.